اهلا بحضراتكم مشاهدينا، واول فقره حواريه في هذا الصباح. بالتاكيد المسرح هو ابو الفنون، واهتمام القياده السياسيه ببناء الانسان في المرحله الثانيه لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قياده البلاد ظهرت جليا في عدد كبير جدا من المجالات، سواء الاهتمام بالتعليم، بالثقافه، وايضا بالفن. ومن ابرز دلائل ذلك رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمهرجان المسرح العربي في دورته 11. المهرجان انطلق امس وحينتهي في يوم 16 من شهر يناير الجاري. بيشارك فيه 400 فنان مسرحي عربي، منهم 250 مسرحي مصري، بيشاركوا في 27 عرض مسرحي. وهذا المهرجان الحقيقه بيكرم 25 فنان اسهموا في اثراء حركه المسرح. هنتكلم عن هذه الدورة وأهميتها مع ضيفنا دكتور عزوز علي إسماعيل الناقد الأدبي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير. قبل ما نتكلم مع حضرتك في فعاليات هذا المهرجان، خلونا نشوف مع السادة المشاهدين يعني معلومات عن الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي، بعدها نرجع لبداية النقاش مع ضيفنا الكريم. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنبدا حوارنا مع دكتور عزوز علي اسماعيل الناقد الادبي. يعني دكتور عزوز، لو كلمنا عن دلاله رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المهرجان، وهو كان اعلن في خطابه في بدايه توليه الفتره الرئاسيه الثانيه انه هيهتم ببناء الانسان المصري. بالتاكيد المسرح او الفن بشكل عام رافد اساسي في اناره العقول وزياده الوعي لدى المواطنين بشكل عام، يعني دليل الدائم من وجهة نظرك؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة للحديث عن المسرح العربي في دورته 11 والتي تنطلق في هذه الأيام. كان بالأمس عرضا ثقافيا رائعا في تدشين هذه الدورة. طبعا اهتمام القيادات السياسية بمثل هذه الأمور، كما قلنا من قبل، أن الثقافة هي القوة الناعمة وهي القاطرة التي تأخذ بطريق البلاد إلى النهوض وإلى التطور. وكان حتما على الجميع أن يهتم ببناء الإنسان ثقافيا وفكريا وعلميا. وتأتي هذه الدورة بعد 10 سنوات من تدشين الدورة الأولى لها، وأيضا كانت في مصر في 2009، بداية عشرية جديدة للمسرح العربي بحضور قامات أدبية ومسرحية وأكاديميين كبار. تم تدشين هذه الدورة بالأمس بحضور يعني منقطع النظير من كبار المسرحيين العرب. هذه الدورة تحديدا تعتبر دورة جديدة للنهوض بالمسرح والفكر الجديد، خاصة في الأشياء الموجودة بها. هناك ما يقارب من 400 شخص مسرحي مشارك في هذه الدورة، منهم وده شرف لنا 250 مسرحيا مصريا. تم تكريم
عدد من كبار المسرحيين الفنيين من مصر والعالم العربي، منهم يعني 25 فنانا مصريا تم تكريمه بالأمس، منهم من حضر ومنهم من لم يستطع الحضور، وكان عرسا ثقافيا رائعا وجميلا. لنا أن نتخيل حينما تحتضن مصر هذه الدورة، وطبعا لابد أن نذكر بإجلال دور إسماعيل عبد الله الكاتب الإماراتي الرائع ورئيس الهيئة العامة للمسرح العربي ومقره طبعا الشارقة، ورعاية طبعا الدكتور ناصر القاسمي، هذا الرجل حاكم الشارقة، هذا الرجل الذي اهتم بالثقافة منذ نعومة أظفاره. لذلك نقول إن هناك كثير من الكتاب والمبدعين مهتمون بالمسرح، وهذا ما لمسناه أمس سواء كان من كلمة الدكتورة إيناس وزيرة الثقافة أو من كلمة أحمد سيد أقومي الفنان الجزائري الرائع الذي افتتح أمس الدورة بكلمة رائعة يعني تحت عنوان المسرح الذي أريد. هذا الرجل له أعماله العظيمة التي يشهد لها. لو توقفنا عند كلمة وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في افتتاح الدورة أمس، لما قالت أنه المسرح سيظل همزة وصل لا تنقطع، وأن هذه الدورة قفزة جديدة في عمر المهرجان، إزاي ممكن يكون فعلا مهرجان المسرح العربي مثال للتواصل أو نموذج للتواصل بين الشعوب العربية، التعبير عن قضايا العربية، خصوصا أن احنا في مرحلة حرجة جدا كشعوب عربية وفي تحديات كبيرة جدا بتواجهنا، وسواء أزمات اقتصادية، تداعيات لثورات ربيع عربي وما خلفته من قلاقل وصراعات في المنطقة، ويعني زي ما احنا شايفين الوضع العربي بقى عامل ازاي. بصفة عامة المسرح هو طريق، وهو أحد الروافد الثقافية المهمة، وقد ارتأت الهيئة العربية للمسرح أن تكون في مصر هذه الدورة، وأن تكون هناك أبحاث كما ذكر الدكتور سيد علي إسماعيل الناقد الأكاديمي المسرحي الكبير، بأن هناك يعني تقريبا 37 بحثا علميا قدم في هذه الدورة. لماذا؟ حتى نستشف من خلاله الرؤى المسرحية النقدية الجديدة. وكما قال الجميع، علينا أن نهتم بمثل هذه الأمور، وخاصة المسرح المصري بداية من 1905 وحتى خمسينيات القرن الماضي. هذه الأبحاث تقدم وتحت عنوان همزة وصل، يعني نقد التجربة، همزة وصل المسرح المصري. لماذا همزة وصل المسرح المصري؟ لأن المصري طبعا الجميع من الدول العربية الشقيقة استفادوا من المسرح المصري، خاصة مع بداياته التي كانت طبعا في 1905 وقبل ذلك بقليل، أو مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وظهور بقى فرد سلامة حجازي وعزيز عيد وزكي طليمات وجورج أبيض وكل هؤلاء وعلي الكسار وهؤلاء الأعلام الذين أثروا بالفعل قدموا، أرادوا الآن أن يعاد النظر في أعمال هؤلاء الكبار حتى تكون تلك الأعمال منارة وطريقا يسيرون عليه في الوقت الحاضر. هناك أبحاث تقدم في هذه الأيام في هذه الدورة تحديدا. لماذا؟ حتى يعاد هذا اكتشاف ما نقص من فكر في المسرح أو في الجانب المسرحي، وحتى يكون برضو منارة ثقافية للأجيال القادمة. لنا أن نتذكر بإجلال أن المسرح في مصر بدأ مع الإخوة الشوام في مصر بوجود يعقوب صنوع ومارون النقاش في مصر، وفترة وجود أحمد شوقي ومسرحياته الشهيرة. طبعا يعقوب صنوع كان بدأ المسرح بفرقته، طبعا هو كان أحد الجاليات اليهودية في مصر وقدم مسرحا، بل ومارون النقاش عرب مسرحيات مثلا البخيل لمولير ومثلت في مصر، ويعقوب صنوع كانت لهم تعريباته الكثيرة التي تماشت مع ذوق المصري. طيب المشاركة الكبيرة من الفنانين، 400 فنان عربي ومنهم 250 فنان مصري، يعني دلالتها ايه من وجهة نظرك؟ وهؤلاء الفنانين ماذا لديهم لكي يقدموه في هذه الدورة، يعبروا عن قضايا العربية الراهنة؟ يعني قضية زي القدس اللي غابت يمكن عن اهتمام العربي في ظل انشغال العرب بتداعيات ثورات ربيع العربي وغيره، ممكن نعبر عنها ازاي؟ قضية إعادة الوحدة العربية والالتئام العربي وحل الخلافات العربية الموجودة حاليا واللي ظهرت لعداء من جانب بعض الدول وتحالفها مع جهات أجنبية
على المنطقة العربية، كل ده ممكن نعبر عليه ازاي؟ هذه التحولات اللي حصلت في المنطقة العربية. تمام، احنا لدينا المسرح، والمسرح كما يقال وكما هو معروف هو ابو الفنون كلها، وهو المعبر عن الكيان. المسرح يعني في مادة دسمة تقدم نحن جميعا كدول عربية شقيقة، في النهاية ليس لنا الا بعضنا البعض، الأمة العربية هي أمة واحدة، وندعو جميع الدول الى الاستماع لمصر ورؤية مصر الثقافية والفكرية والعلمية حتى نكون على قلب رجل واحد. طبعا هناك هجمات شرسة على مصر، العروبة، مصر التاريخ، وده مش ليس فقط في الوقت الحاضر بل من قديم، يعني كما قال العقاد يا فتاة النيل هذا النيل مستمع ومصر ناظرة والشرق منتظر، كنانة الله كم أوفت على خطر ثم استقرت وزال الخوف والخطر، كم تولت على أرضها أمم ومصر باقية والشمس والقمر. هناك تداعيات كثيرة ليس على مصر فحسب بل على معظم الأقطار العربية التي تسعى جاهزا من أجل يعني إيجاد يعني مكانا على الخارطة الثقافية. وكان المسرح هو المعبر، مصر مشاركة بعدد كبير من المسرحيات، لنا أن نتخيل الطوق والإسورة مأخوذة عن قصة الكاتب الكبير يحيى عبد الله وله إبداعاته الأخرى. هذه المسرحية طبعا أخذت أفضل إخراج قبل ذلك. هناك مسرحيات عديدة مصر مشاركة، يعني مثلا مسافر ليه لصلاح عبد الصبور. خلينا نتكلم عن أقسام المهرجان سريعا، بما أن حضرتك ذكرت أسماء العروض. يعني القسم الأول في 7 مسرحيات من مصر، في الحثة وفي المعجنة من العراق، في عرض تقسيم على الحياة، ده من ضمن يعني العروض الموجودة. هناك يعني المنافسة بين هذه العروض شايفها إزاي؟ طبعا هي منافسة شرسة وشريفة، وهم 3 مسارات للمسرح أو لهذه الدورة تحديدا. الدورة الأولى منافسة على أهمية القضايا المسرحية المطروحة والفكرة، وتأتي الأهمية الكبرى للمستوى الثاني وهو المستوى الذي يتنافس فيه الجميع من المسرحيين على الحصول على جائزة الشارقة 100,000 اللي هو في عرض الطوق والأسطورة من مصر. نعم، هي دي العرض من مصر الوحيد اللي مشارك فيه، الرحمة من الكويت. وطبعا يعني المنافسه اكيد في القسم الثاني مختلف. طبعا والمنافسه كبيره، وطبعا هناك محكمون كبار في هذه الدوره تحديدا من اجل يعني والوصول الى افضل عرض مسرحي. والجديد بقى في هذه الدوره ان يعني معظم هذه العروض ستعرض في كافه بقاع مصر، في كافه دور المسرح المصري وهيئات قصور الثقافه ودور العرض، مسرح الجمهوريه، مسرح الطليعه، هذه المسارح الكبيره بقى في متناول الجمهور. في متناول الجمهور ده ما هو ده اللي قالوا عليه يوم 16 يناير، حتى يوم 16 يناير ده انتهى. القسم الثاني دكتور عزوز هو يعني بيتميز الحقيقه بانه في حياديه كبيره جدا في لجنه التحكيم، صحيح. انه يشترط انه ما يكونش اي حد المحكم بعيد عن الدوله التي لها عرض فيها. صحيح، تمام. الاهتمام بالقسم الثاني تحديدا ليه؟ الاهتمام بالقسم الثاني حتى يعني يستطيع يعني يخرج من بين هذه العروض المسرحيه بمسرحيه تليق بالوطن العربي ككل، المسرحيه التي تحمل هما عربيا مشتركا. هذه المسرحيه التي ستختار وستختار بعنايه، ولان هناك قامات مسرحيه كبيره في هذه الجزئيه تحديدا سيختارون المسرحيه الملائمه والتي تعبر تعبيرا دقيقا من الناحيه الفنيه، من ناحيه العرض المسرحي في هذا القسم والطوق الاسوره. يعني هو بيعبر عن قضية يحيى طاهر عبد الله المحلية، يعني الصعيد المصري وعاداته وتقاليده وموضوع يعني الدفاع عن شرف البنت وغيره. يعني هل ده معبر عن القضية العربية؟ الدفاع عن شرف البنت في كل الأماكن وفي كل البلاد العربية، فكرة يعني فكرة البحث عن القيمة، البحث عن الجودة، البحث الهوية والانتماء. الانتماء طبعا، سواء كان انتماء يعني داخلي داخل البلاد أو انتماء خارجي خارج البلاد، من ناحية العروبة في النهاية، القيم، يعني هي قضية محلية لكنها بترمز طبعا إلى أي أدب محلي بشكل صحيح. أي أدب محلي يصل به إلى العالم. القسم الثالث من المهرجان بيضم 10 عروض مصرية ستقدم في عدد من المحافظات، صحيح. القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الفيوم. يعني أهمية أيضا العروض اللي بتعرض في القسم الثالث أو المسار الثالث في المهرجان في الوصول إلى كافة الجماهير المصرية في كل المحافظات. وده زي ما قلت لحضرتك ده الجديد في هذه الدورة تحديدا، الوصول إلى كافة جمهور الشعب المصري، ويعني وتدشين هذه الدورة تحديدا لها رمزية كبيرة، من ناحية أن هي بداية 10 سنوات
جديدة في المسرح العربي والنهوض المسرح العربي. لما تعرض هذه المسرحيات الكبيرة في ربوع مصر كلها أكيد هناك جمهور وشباب، وهو ده الفئة المستهدفة من هذه العروض، شباب سيحضرون هذه العروض المسرحية. وطبعا هناك طبعا في هذه المسرحيات يعني تنافس، سواء كان في الإخراج أو في الإعداد الفني أو في الفكرة نفسها التي تطرحها المسرحية. مصر مشاركة تقريبا يعني أعتقد ب 14 عرضا مسرحيا في هذه الدورة، وطبعا كافة العروض هم يعني 27 عرضا مسرحيا. لما مصر تشارك ب 14 ده شيء طبعا شرف لنا. طيب ازاي ندعم الهيئة العربية للمسرح اللي هي بتنظم هذا المهرجان بالتعاون مع وزارة الثقافة أيضا، ونجعلها يعني آلية لتفعيل أو دعم الحراك المسرحي العربي، باعتبار أنه هو ممكن نقول هو يعني الحاجة اللي شايفين فيها بصيص أمل لإعادة اللحمة العربية من جديد أو التفاف الشعوب العربية على فن راقي؟ صحيح، هو الفن بصفة عامة، الفن هو يعني الخروج بالروح والسمو بها إلى العلا. الفن بصفة عامة يعني سواء كان في الأدب، في الفكر، في المسرح، وهو أبو الفنون، هو النهوض بالبلاد فكريا وثقافيا وإبداعيا. لذلك بنقول هذه الدورة تحديدا لها أيديولوجيتها المختلفة عن الدورات السابقة، والتي أطمح في هذه الأيام القادمة وإن شاء الله سنحضر هذه الفعاليات الثقافية، سيكون لها يعني دور فعال ولها تأثير أكثر في الأيام المقبلة وعلى الأجيال كمان خلال هذه الدورة تحديدا. تمام، بشكرك جدا دكتور عزوز علي إسماعيل الناقد الأدبي، ونتمنى طبعا نجاح هذه الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام، نروح لزميلة أمل نعمان وموجز الأهم وآخر الأنباء، وبعده فقرة حوارية جديدة في هذا الصباح. We'll be right back.